لجيبة الحضارة لبنان. أول سكة حديد تنعمل بالشرق الأوسط وبلبنان هي عملتها الخلافة العثمانية الدولة العثمانية. بدي أقول له لفخامة رئيس الجمهورية، بدي أقول له لو كانت الدولة العثمانية قوات احتلال بلبنان بدي أقول لك في بغيان منيح صفاب يا لكن أنت بتحكي فرنسي، أنت بتحكي عثماني. أنا بتحدى بكل اللغة العربية إذا حدا بيحكي عثماني، لأنه ما علموا إلا اللغة العربية. ما كانوا قوات احتلال أنشأوا المدارس وأنشأوا حلق القرآن وأنشأوا دور العباد. وأولاهم العثمانيين أولئك أجدادي فأعتني بمسعد يا لتخرية القدر. وزارة الداخلية بناها العثمانيين، العثمانيين حدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: تفتح القسطنطينية ونعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. هؤلاء العثمانيين لن تستطيعوا أن تغبروا على السماء ولا على التوراة ولا الإنجيل ولا على القرآن. نحن أتباع محمد سيد الزمان، نحن أتباع أبي بكر وعمر وعثمان، نحن أحفاد أخي. ولقد تقصيت أنا فوق رسالتي وتركتني للساريات تسرني طحلا لعين الشمس في سنواتي. أتظن أنك قد طردت هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لسائلك. أنا قل قيامتي ذات يوم آتي، أنا قل قيامتي ذات يوم آتي. أريد أن أسمع كلمة الله أكبر. الله أكبر. هذا هو السلطان عبد الحميد عندما